sera le chaos. نظرا لأهمية التحديث البيومتري وما له تأثير كبير في إنجاح العملية الانتخابية والوصول إلى عملية اقتراع لائقة في محافظة نينوى، قامت مكتب انتخابات نينوى بتسيير فرق متجولة خاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة لتحديث بيانات الموظفين في دوائرهم. حقيقة نحن اليوم متواجدين في مديرية تربية نينوى، هذه الدائرة من أهم الداعمين لعمل مكتب انتخابات نينوى ومن أهم الدوائر التي نعتبرهم شركاء أساسيين لعمل المفوضية في نينوى، كونهم ساعدوا المفوضية بتهيئة مدارس لها صلة بتربية محافظة نينوى ويمكن اتخاذها مراكز تسجيل ومراكز اقتراع. حقيقة الدور مشرف لمديرية تربية نينوى على دعمها وإسنادها لمكتب انتخابات نينوى، ونحن بدورنا شكلنا فرقة متجولة خاصة لمديرية تربية نينوى لتحديث بيانات الموظفين ومعالجة جميع مشاكلهم الانتخابية في دوائرهم. كيف رأيتم دور بقية الدوائر في مدينة الموصل؟ جميع الدوائر متعاونين إلى حد بعيد مع الكوادر العاملة والفرق المتجولة وتقدم تسهيلات لموظفينا، وبدورنا نحن كمكتب انتخابات نينوى أيضا نقدم التسهيلات اللازمة لتلك الدوائر لإنجاح عملية التحديث البيومتري والتي يلقي بظلالها إلى نجاح عملية الاقتراع في محافظتنا العزيزة. عدد الفرق المتجولة في مدينة الموصل من قبلكم كم؟ تم تشكيل 30 فرقة متجولة في مركز قضاء الموصل والأقضية والنواحي التابعة لها، وهي الآن تعمل في تلك الدوائر وتعمل تحديث، ونلاحظ هناك إقبال ملحوظ في أعداد المراجعين سواء كان عن طريق الفرق الجوالة أو المراكز الثابتة المنتشرة والتي عددها 42 مركز ثابت في محافظة نينوى. نلاحظ هناك إقبال على تلك المراكز والفرق بعدما أدرك الناخب في محافظة نينوى أهمية التحديث البيومتري وكيفية معالجتها لجميع المشاكل التي تحدث يوم الاقتراع.